أن تملأ الآفاق عطرا ونورا يملأ الآفاق ضيا. أن الإنسان يعني إذا نازعه البول أو الغائط فإنه لا يصلي في هذا، لا يصلي محتقنا، يعني يحقن بوله أو غائطه في أثناء الصلاة، لأن هذا يعني يشغله عن الصلاة. والمقصود أن الإنسان يصلي وهو خاشع لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يصلي وهو حاقن للبول أو الغائط أو غيرها، بل يذهب يقضي حاجته ويصلي والحمد لله. لكن لو صلى حاقن الريح فإن شاء الله صلاة صحيحة ولا بأس بذلك.